هيا البنات، من بعد ما طابت الوصفه ديالنا هانتوما شوفوا كي جات. ما نقول لكمش على البنه، شي حاجه بنينه، وشتو على تقدروا تزيدوا اي حاجه لداخل، تكون يعني شي خضره، شي مثلا خزو ولا قرعه ولا باذنجان ولا. هانتوما غادي نفتح لكم وحده وتشوفوا كي جات. شوفوا كي جات لداخل بنينه وشهوه منها، وبالصحه والراحه. السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم معايا في واحد الوصفه جديده وخفيفه زينه للدراري الصغار والنساء العاملات اللي كيكونوا يخدموا. هذا كتجي في ساعه خفيفه، تجي مولات الدار في ساعه تصاوبها لوليداتها. الا بغيتوا تتبعوا معايا المقادير شي حاجه سهله مرحبا بكم. راني دايره دابا هنايا البطاطا مقطعه مكرويات كما راكم تشوفوا، والبصله والحرور، الفلفله الخضراء، ولا عندكم الحمراء ولا عندكم الوان ديروهم حتى هما. ودايره مع هنايا الهوت دوغ، كاين الهوت دوغ ولا اللي عندها الكاشير لانشون ولا شي حاجه، ولا طريفات ديال الدجاج، ولا ما كانش بلاش الواحد يدير داك المكونات اللي عنده في الدار. هذا هادي مايس مع شامبينيو، انا من كنشري العلب كبيره كيشيطوا لي هكا كنجمعهم كنديرهم في المجمد نحتفظ بهم من نحتاج شي وصفه هكا باش نبنن ولا هذا نجبدهم. وهنا الحار، الكيتشوب واحد المعلقه هكا، والملحه والزيت واحد المعلقه ديال الفلفل. راني دابا درت الزيت في المقله وراني بديت كنشحر ديك البصله هذيك، نشحرها موراها غادي نحط عليها الفلفله، ومور الفلفله غادي نحط البطاطا، وراكم متبعين معايا دقه دقه خواتاتي. راني معاكم اشوفوا، راني زدت ديك الفلفله الخضراء وزدت البطاطا وراها كتقلى، وراني غادي نزيد الفلفله. هي الفلفله الكحله غادي نزيدها ونخليو ديك البطاطا تقلى مزيان، وهذا ونديرو شويه الملحه، وراكم معايا مرحله مور مرحله. صافي هنا البنات، هاني درت الهوت دوغ راه كيتقلى مع المكونات كامله، وباقي لنا دابا غير مايس وشامبينيون. واخر حاجه غادي تكون ان شاء الله هي هاد الهريسه وهذا الكيتشوب. المهم غادي نقليو هاد مايس مع الشامبينيون يتقلاو شويه مزيان، وهذا وتجانسوا المكونات ونزيدوا عليهم الحار والكيتشوب. شوفوا البنات على الالوان اللي كاين، الاحمر الاخضر، زعما واحد الالوان مشكله وكتفسح النفس، سورتو للدراري الصغار. انا ولادي كيحماقوا عليها. هاني رجعت لكم البنات، هانتوما شوفوا، ها هي الوصفه ديالنا راه طابت، ودابا درتها في واحد البول تبرد شويه، وهذا باش نزيد عليها ثلاثة ديال البيضات. وغادي نخلطو قطع. هاني هنايا الوصفه ديالنا ها هي، وهنا درت واحد المقله، درت غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت ونخليه يسخن. ها نتوما البنات شوفوا معايا، هانتوما شوفوا اللي ما عندوش هذا المول وكان يبغي مثلا الخضره يقص حروره ويعمرها في الواسط ولا يعني. هانتوما البنات راني قلبتهم ها هما، هانتوما راه كتجي حتى بالنسبه للمدارس، ديروهم سندويتشات للدراري اللي كيكونوا يقراو، وهذا ولا اللي يكون خدام في بحال شي زوجات يكون راجلها خدام ياكل يتغدى في برا يديهم معاه، زعما ما نقول ما شهيتكم فيهم.